السردين سيرف والفخار، هادشي باش معروفه اسفي عند بزاف ديال المغاربه. اليوم باركور باش نكتشفوا ان المدينه عندها تاريخ كبير. فين ما كنتي في اسفي البحر ديما قريب ومن ديما. هاد القلعه وسط المدينه سميتها قصر البحر، حصن عسكري برتغالي تبنى سنه 1508. على بعد امتار الساحه الرئيسيه باقا محافظه على بعض معالم الحمايه الفرنسيه. سي محمد بن نيس ولد المدينه ومولوع بالتاريخ ديالها. اسفي كان داك الوقت اونفازي ليكسبورطاسيون ديال القمح من هنا، ديال لي سيريال والخروب والصوفا، كلشي كان كيمشي من هنا. من هنا الوقت اللي تبنوا قصور السعديين في مراكش، لو ماربر رخام رخام اللي جا من ليطالي، جا من كرار، جا نزل هنا ومشى من هنا على جمال مراكش وتخلص بالسكر اللي كيدار في شواه. قبل ما نكملوا الجوله ديالنا، لاحظوا معايا هذا المركب وسط الساحه الرئيسيه ديال المدينه. باش نعرفوا القصه ديالو خاصنا نمشيو للشعبه او تل الخزف. اي سيركوي بديتيه في مدينه اسفي غادي يجيبك لهنا للشعبه ديال الفخار في المدينه، الفخار اللي هو رمز كبير ورموز من المدينه ديال اسفي. القصه بدات مع بوجمع العملي اللي جابوا الجنرال ليوطي، طلب منه باش يمشي لسلا ويمشي لفاس ويمشي لاسفي ويختار البلاصه اللي الفخار ديالها ملائم باش تنطلق صناعه ديال الفخار. بوجمع العملي جا لاسفي هنا وعجبوا لا كاليتي ديال الفخار اللي كاين هنايا، خارو بدات الصناعه ديال الفخار. وكيتحكى بانه كريستوف كولومب قبل ما يبدا الاستكشافات ديالو، لي جار ولا الخابيات اللي صوب باش يدير فيهم المؤونه ديالو باش يشدوا يمشيوا يشدوا الطريق، صوبوا في مناطق هنايا ديال اسفي. هذا هو الطين في الاصل كيخرج بحال هكا من البراج وكيجي لهنا كيتهرس بهذه الطريقه هذه، وكيمشي كيتفزق وكيتعجن وكيدار بحال هكا كيتشمش باش كيعطينا لاباط اللي كيخدم بها المعلم لداخل. هاد الطين بهذا الشكل هو اللي عجب بوجمع العملي النهار الاول. فاش كنشوف المعلم خدام كتبان لك العمليه سهله، ولكن ملي كتحط يديك في الطين كتفهم علاش سميتو المعلم وعلاش سميتها الحرفه. باب الشعبه واحد من اهم المداخل ديال المدينه القديمه ديال اسفي، هنا اغلبيه المحلات ديال التجاره ولا الكعك المسفيوي. السيركوي ديالنا غادي يدوزنا من حدا وحدا من اقدم الكاتدرائيات اللي كاينه في افريقيا، الكاتدرائيه البرتغاليه، وحداها المسجد الاعظم اللي مسدود دابا لانه كيترمم لا هو ولا الكاتدرائيه. واللي كيتميز بهذا المسجد الاعظم هو انه قاعه صلاه منعزله تماما على السمعه ديالو اللي هي هنايا. نخرجوا من المدينه القديمه باش نكتشفوا اسفي العصريه ونشوفوا اكبر طاجين في العالم باكثر من 6 متر ديال العرض على 5 متر ديال الطول. وكل ما كانش بهذا الحجم كل بلاصتو في المتحف الوطني للخزف. هنا معروضات من المغرب كامل من فتره ما قبل الميلاد، وطبعا قاعه مخصصه بالكامل للاسفي والبوجمع العمالي. هذا هو السي العمالي. وي هذا سي بوجمع العمالي. دونك سي ان ميتر سيراميست اللي معروف في المغرب. هو معاه نقدروا نقولوا باللي هذا كان هو السبب الثالث اللي خلى ان مدينه اسفي كتولي هي العاصمه ديال الخزف. السبب الاول هو الهجره ديال الحرفيين بعدا من فاس لاسفي، دونك جابوا معاهم لي تكنيك ديالهم ولي سافوار فير. السبب الثاني هو ان اسفي ديجا فيها بور كي فاسيليت تو سكي امبور اي اكسبور ديال لي زوبجي. والسبب الثالث هو بوجمع العمالي. وي دونك لا ديسيدي دو كريي لا بروميير ايكول د لابرونتيساج دو لا سيراميك في المغرب اللي كانت في 1919، واللي تعلموا فيها بزاف ديال اللي دابا ولاو حتى هما ديمتر. كانوا دي ستوديون ديال العمالي ولكن دابا ولاو ديمتر سيراميست. هذه هي اسفي، وبحال ديما تيليشارجيو لابليكاسيون حيت باش نكتشفوا خاصنا نتحركوا. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.